وقيت على الدنيا يا عمي ابو الهيبه مثلي مثل اي ولد صغير. والوالد الله يرحمه اخذني من ايدي على الكتاب، قال كان بده ياني اطلع على من احلام الشام. اول كف اكلته هو استشهاد الوالد الله يرحمه، وتاني كف هو استشهاد اخي قدام عيوني يا عمي ابو الهيبه. راح قدام عيوني وبعدين الوالده اعطتك عمره، واخي عباس الله يرحمه ترك لنا وراء اماني اللي هي مال الشام. ربيتها وكبرتها وصارت صبيه، وبعدين جوزتها، جوزتها لرفيق عمري طلال. فجأة حسيت حالي لحالي، بيتنا اللي كبرت فيه حسيته غريب، حيطانه باردة باردة قد ما تقول يا عمي أبو الهيبة. قام حملت حالي ورحت على المالكانة، قلت يا ولد يلا رب العالمين من علينا بطلعة الفرنساوي من بلادنا، ابدأ حياتك. وبالفعل بلشت اشتغل ورب العالمين رزقني، بس صدقني نفسي عافت النساء، وضلوا هالنسوان يزنوا فوق راسي يزنوا فوق راسي، ونفسي ما عم تقبل مرة يا عمي ابو الهيبة. لمرة من المرات كنا انا وصاحبي محسن بطلع من طلعات الصيد، قام طلعت لي هالصبية. بتصدق اذا بقول لك يا عمي ابو الهيبة قلبي من جوا ضحك لها، قلبت لي كياني فوقاني تحتاني، شفت بعيونها كل حياتي. ورحت لعند خالتي قلت لها بدي اتجوز، قام فجأة ضاعت يا عمي ابو الهيبة. تصدق يا عمي ابو الهيبة بعمري بحياتي ما تهنيت بقصة، من الوقت وعيت على الدنيا بطلع من طابوسي بفوت بطابوسي. عملت يا ولد يلا رب العالمين كاتب عليك العذاب والتعتير، هيك لحتى لقيت عزيزة. قام ضاعت يا ابو الهيبة، ضاعت وما تلاقيتها، صرت دور عليها دوار وما تلاقيها. ضاعت يا ربي، ولك ضاعت يا ربي، ضاعت ضاعت. رب العالمين كاتب علي اوصل وارجع، اوصل وارجع. عدم مؤاخذة سمعتك لاوي تشد ايدك. لا يا اغا هيك كثير.
يا سيدي مبلا، وأنا جاي مخصوص لهالأمر بالذات. وبرأيك شو الحل؟ اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. فكرة؟ يعني قبل ما يجي لعندك لهو تفوش حالك عليه وخده بالريق الحلو. وهلأ صارت الفرصة مواتية يا أسعد، لأنه لا عضوات الحارة يلي منه فيه ولا مجلس المحافظة طايقينه. ليش؟ لأنه لهلأ ما أنجز شي بنو بنو. خلاص لا تاكل هم يا أغا. بدها حركة يا أسعد، بدها حركة. ولا يهمك، بس نسيت ما قلت لك في شغلة راحت عن بالي. حكينا مع العيال ووافقوا وراحوا خطبوا وطلبوا الإيد ومشي الحال، بس لحد هلأ لا شفنا العيادة اللي نوعد فيها الصبي، ولا بيت مشان يسكنه، ولا ليرات ذهب لعبت بين إيدينا. لو كنت منتظر شوي كنت غنيت يا أسعد. هاي الميت ذهبة بدل 50، وهي تكلفة الجوازة من ساسها لرأسها. يعوض عليك يا أغا كل قرش بعشرة. بس بدي تحددوا العرس، ويوم كتب الكتاب رح اتنازل لك عن البيت والعيادة. ابن زمانك يا أغا، تكل على الله. لا ما في شيء، هيك تعبان شوي وجوعان. خاصة الجوع تكه بيكون الاكل جاهز. لا لا سكر، دعي يا عيني بدي احكيكي جوز كلام. حاضر. شوفي يا سكر، انا كل عمري من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، لا بشاكل حدا ولا بتعدى على حدا. عداك العيب ابن عمي. خير؟ شوفي يا عيني يا سكر، كل عمري وأنا أحلام قلت بكرة يا سيفو تتجوز وبتجيب عر أولاد وبتعيش أنت وبنت الحلال بسبات ونبات. أيوة. وأنت يا سكر صرتي هلأ مرتي وأنا جوزك، يعني حلالك لك عيني. فهمتي علي؟ عم بفهم عليك يا ابن عمي. لكان شو السيرة يا بنت الحلال؟ هاي صار لنا فترة متجوزي، وأنا بدي ولد يسندني إلي وإليك بكبرتنا. لك إذا في شي يا سكر قلي لي خبريني. صدقني ما في شي، بس شوية وقت. احكي فضفضي. لك أنا جوزك ورايدك، إذا بدك باخذك على الحكيم على استخاني، مو هيك يجيني ولد وصير أنا أبو داغير. طول بالك عليه من بعد إذنك، بس شوية وقت مو أكتر. ليكون بدك تزوري أمي، تشوفي إخواتك، تشوفي حدا، قولي لك عيني اذا بدك بجيب لك امك لعندك. ها من بعد اذنك نحن منروح لعند اهلي. لعيونك، بعد ما نتعشى منروح دغري لعند اهلك. يا ريت. ومعلش يا عيني، عد عندهم يومين وثلاثه واحكي لامك فضفضي لها امك هاي. يا ريت. الله يخلي لي اياك ويديمك يا ابن الاصول. الا كان يلا روحي حضري لنا العشاء عشان ما نتاخر على اهلك. تكي بكون لك الجاهز. لك يا رب يا حق ترزقني داغر من اول بطن. اي والله والله لا اعمل له حفله ما صارت ببلاد الشام. يا سيد عصمه زبطت الامور. هي 100 ذهبه بدل ال50. كثير منيح. وهي تكاليف العرس من ساسه لراسه. ولك يا عيني عليك. بس حضرته مصر بده الموضوع يمشي بسرعه، لذلك بدك تقنعي ابنك بالجواز. من ناحيه شريف اتركه علي، لا تحمل همه منوب. المهم انت تشد حالك وترتب لي موضوع العياده والبيت. وطالما انه دفع الذهبيات وتكلفه العرس تركني انا بقى مشان خطط وزبط الامور على كيفي. وحضرة جنابه قال بس تمت الموافقه راح يتنازل عن البيت والعياده سوا. ايش شو عليه؟
بيكون أحسن. هذا اللي عم بحكيه يا طالب صالحة، رغم كل القصص والمشاكل اللي عم تصير حوالينا، أنا ما فيني أجبرك لشيء يا بي. هي حياتك وهي مستقبلك. هادي يا بي هادي. أنا عم بحكي معك عشان آخذ رأيك. بعدين مهما طالت قعدة البنت ببيت أهلها، آخرتها بدها تروح على بيت جوزها. وهي سنة الكون. الجماعة مستورين ولاد عيال وابن الحكيم. إذا أنت مرتاحة نحن منقول الله. بالظاهر البنت خجلانة يا أبو طالب. بهذا الموضوع ما في خجل يا أبو طالب، بعدين مو كل يوم بيجي واحد من كرامه ومن أجواد. اعمل يلي بتشوفه مناسب أنت وأمي يا أبي. الله يرضى عليكي. لا يا أبي لا. هذا الموضوع بيخصك أنت بالذات، إذا قلبك مرتاح بتقولي إيه. على كل حال فكري منيح، إذا وافقتي حتى نسهر عن الجماعة ونقول يا الله. مشي الحال. يعني فهمته يتلافى سمعته الوسخة بأي طريقة؟ اي نعم. يا خوفي ما يعرف يتصرف، يا خوفي يروح علينا هالفرصة. طمني بالك. لكن ليش نائزني قلبي ما بعرف. قلبك نازك لأنه أسعد سمعته وسخة، وإذا سمع أبو طالب بهالشي ما رح يقبل لا فيه ولا بابنه. يا أغا إحنا لازم نربطها من كل الجهات، وبنفس الوقت نكون بعاد، عشان إذا صار ما صار مع الأيام.